امبارح محافظة سوهاج شهدت إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وده بالتزامن مع انطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة، وده بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وانطلاقها بجميع محافظات الجمهورية. خلينا نتابع. النهاردة كان تدشين مبادرة بداية في منطقة سوهاج الأزهرية. مبادرة بداية من المبادرات الحيوية اللي بيحتاجها المجتمع المصري في الوقت الحالي، وده بيعكس وعي القيادة السياسية بأهمية بناء المواطن المصري، لأن المواطن هو ركيزة البناء والتطور لأي حضارة وأي تقدم إنساني. ورد لينا من قضاء المعاهد لأن مبادرة البداية هتكون مدتها 100 يوم مقسمة، فينا جدول أعمال تم إرساله من قضاء المعاهد، فخير ما نبدأ به التخلق بأخلاق القرآن الكريم وكذلك راقي بأخلاقي. كثير من المبادرات اللي تخص الإنسان لينظر من داخله ويحدث طفرة، لأن ما حوجنا في هذا الوقت للاهتمام بالإنسان كإنسان. نحن اليوم بصدد تفعيل وتدشين المبادرة الرئاسية التي قدمها الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان أو بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث إن الأزهر يشارك في جميع الاتجاهات وجميع المجالات لتفعيل هذه المبادرة، منها يعني تطوير الأداء المهني للمعلمين، توعية الطلاب بالمخاطر الأمنية تجاه البلد، معرفة حقوق ذوي الهمم أو أصحاب الهمم بوجود برنامج الدمج داخل التعليم الأزهري. الاهتمام بالإنسان بدنيا، الاهتمام بالإنسان عقليا، الاهتمام بالإنسان فكريا، حتى يهتم الإنسان بما خلق له وهي طاعة الله تبارك وتعالى. هذه مبادرة طيبة وجيدة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تستمر وأن تؤتي ثمارها التي أراد الله تبارك وتعالى لها أن تكون. الأزهر الشريف بمكانته الريادية ومنطقة سوهاج الأزهرية كفرع من فروع الأزهر الشريف تثمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مسمى بداية جديدة لبناء الإنسان. والأزهر الشريف بدوره الريادي سيقوم بإذن الله تبارك وتعالى ويشارك في هذه المبادرة بمجموعة من البرامج التعليمية والدعوية والتثقيفية التي تساعد على بناء الإنسان معلم وطالب وولي أمر، وبالتوفيق بإذن الله تبارك وتعالى.